الخير دكتور جمال، برحب بيك في 90 دقيقة يا فندم. مساء الخير يا دكتورة، مساء الخير على السادة المشاهدين. مساء النور يا فندم. ببساطة كده بقى دكتور جمال، نشرح للناس عشان يفهموا. عايزين نعرف انه ايه بقى تفاصيل التعديل الجديدة اللي قدمته الحكومة. شو يا فندم، قبل ما نبدأ في الموضوع نحب الأول ان احنا نوجه الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخله في شأن هذا الموضوع، لأن عندما تم تعديل المادة 35 المقرر وجه فخامته بعمل مشروع قانون متكامل يلائم الفترة الجديدة. أي. نوجه الشكر للحكومة المصرية النهاردة إن هي بالإجماع تقر قانون تعديل لقانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 سنة 46، وفي نفس الوقت تعديل لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. طيب ايه التعديل بقى اللي حصل يا فندم؟ شوف يا فندم، التعديل اللي حصل في قانون، انا هتكلم عن التعديلات اللي مست قانون الشهر العقاري 114 لسنة 46. بس ببساطة عشان السادة المشاهدين يفهموا. شوف يا فندم، بأبسط مما نتخيل كان الهدف تيسير في إجراءات تسجيل ونقل الملكية. إيجاد آلية جديدة في إجراءات بسيطة لنقل الملكية. شملت هذه الإجراءات، طب إيه هي الآلية دي دكتور جمال؟ فصل أداء الضريبة عن التسجيل، إجراءات التسجيل، يعني الضريبة في مجال، يعني أنا ممكن أسجل من غير ما أدفع ضريبة؟ ده رقم واحد، ودي أول خطوة حديثة، ودي أهم حاجة على فكرة. بالظبط، يبقى أول كده فصل أداء الضريبة عن إجراءات عن التسجيل. يبقى انا لما اجي اسجل مش ملزم بصدر ضريبه، طب لو هدفع ضريبه مش ملزم بالتسجيل. ايوه انت حضرتك يا دكتوره الموضوع بسيط جدا، فصلت الضريبه عن اجراءات التسجيل. تمام، وضحت كده. وده هيشجع الناس انها تسجل. هيشجع عامه الشعب الى اجراءات التسجيل. الاكثر من كده يا فندم، امكانيه التسجيل رغم عدم وجود تسلسل ملكيه مسجله. لا يعني ايه بس تشرحها لنا بقى معلش يا دكتور جمال. امكانيه التسجيل رغم عدم وجود تسلسل، انا دلوقتي في القانون 114 انا لابد ان تكون هناك حلقات ملكيه مسجله، تسلسل ملكيه. تسلسل ملكيه. اه يا فندم، انا دلوقتي في القانون الجديد بعد التعديل ادخلت نقطه ايه؟ امكانيه التسجيل رغم عدم وجود بدون تسلسل ملكيه. لا يعني انا لو ودي خطوه مهمه، لو قدامي حلقات عرفية غير مسجلة دي هتبقى الحلقات العرفية وغير واجبة. طب ايه الفرق بين ده وبين صحة التوقيع؟ لا صحة التوقيع دي ده اجراء ثاني مع حاكم في دعوة صحة التوقيع، مش تسجيل، غير واجبة الشهر، دي غير واجبة الشهر. النقطة، اهم نقطة في هذا الموضوع، وضع آلية جديدة في طريقة نقل الملكية بدون مستندات للملكية، اللي هي الحيازة الملكي المكسبه للملكيه لمده 15 سنه، يعني من حاز عقار او وحده، يعني معيش عقد الارض او عقد البيع اروح اسجل، ما عندوش عقد بيع، ما عندوش عقد مسجل، ولكن عنده حيازه هداءه مستقره 15 سنه بقصد التملك بني لها ملكيه. اهم ما في الموضوع ان طب ممكن حد يتحايل ويسجل كده اي حاجه بدون سند ملكيه؟ ما هو لو عنده حيازه هادئه مستقره لمده 15 سنه بدون منازعه، بتنزل لجنه من الشهر العقاري بتعمل ضوابط. طب ايه الاوراق اللي تثبت الحيازه دي يا دكتور جمال؟ نعم، الكثير من الاوراق ومظاهر الحيازه الهادئه المستقره يمكن اثباتها بكافه طرق الاثبات. زي ايه طيب؟ نعم، يعني مثلا عوايد، بيدفع عوايد للعقار او الوحده اللي فيها في الوحده العقاريه. عنده ايصالات كهرباء وحيازه 15 سنه. عنده احكام قديمه وما اتسجلتش لمده كبيره. كل دي مراحل هنقل بيها ملكيه اوتوماتيك. تمام. شملت خطوات التسجيل تبسيط الاجراءات في نقل الملكيه بالغاء مرحله المقبول في الشهر العقاري. انا كان عندي في التسجيل مرحلتين، مرحلة المقبول ومرحلة المشروع. تم إلغاء مرحلة المقبول وأصبحت مرحلة واحدة في، يعني بقت مرحلة واحدة بدل مرحلتين؟ بدل مرحلتين، يبقى الاكتفاء بمرحلة المشروع وإلغاء مرحلة المقبول.
وضع السقف الزمني للاجراءات امام الشهر العقاري، فانت عاتك بتقدم الطلب وتنتظر مده الطلب سنه. تمام. لا احنا حطينا سقف زمني. قد ايه السقف الزمني ده؟ قلنا ما لا يتعدى السقف الزمني ده يتعدى مده 30 يوم. يبقى انا نقلت مرحله يعني 30 يوم ويكون ورقي كله خلص في الشهر العقاري؟ كل الاوراق وحطينا ضوابط. دي خطوة كويسة قوي نشيد بيها يعني. وضعنا ضوابط للتسجيل بحيث ان حضرتك كل ما لديه من اوراق ومستندات تقدم مرة واحدة، ويتم البحث ونقل الملكية والتوثيق في مكان واحد. ودي مرحلة جديدة بنعدل بها القانون 114، كان التوثيق في مكان والشهر في مكان. لا يا فندم، انا دلوقتي هيصبح عندي التوثيق والشهر في مكان واحد وبآلية واحدة. طيب دكتور جمال، الناس بقى بتسأل هل تم تحديد القيمة بتاعة رسوم التسجيل ولا لسه؟ لا لا، رسوم التسجيل ثابتة من 2006 لم تتغير. كام تقريبا؟ حد أقصى 2000 جنيه للوحدة و500 جنيه عن الشقة ال 100 متر لحد 200 متر 1000 جنيه، أكثر من ذلك يبقى 2000 جنيه. يعني ما تمش تعديل في البند ده؟ لا انا ما حدش مس بقانون الرسوم في شيء. ما ده كويس برضو عشان الناس تطمن والناس تتشجع وتروح تسجل. يا فندم، قياده سياسيه واعيه تدرك ادراك كامل معنى نقل الملكيه العقاريه. اهميه التسجيل وفائده اهميه خطيره لابد طب معلش اخر سؤال عشان برضو الناس تفهم، يعني مثلا لو انا عندي شقه 100 متر ادفع عليها 2000 جنيه واسجلها؟ لا 500 جنيه يا فندم. 500 جنيه؟ 500 جنيه لحد ال 100 متر. وتتسجل؟ وتتسجل. خلال 30 يوم. خلال 30 يوم وفقا لاحكام القانون الجاري. ده حاجة رائعة جدا. يا جماعة أبوس إيديكوا اعملوا كده، يعني ده أوكازيون زي ما بيقولوا. يعني ده نظام صحة التوقيع على فكرة بيكلف أكتر من كده. دي الحقيقه، وده اتجاه الدوله. انا للمرحله من مرحله دعاوى صحه توقيع واقتصاد خفي لدعاوى. أيوه. وليس دعاوى، انما طرق جديده لنقل الملكيه بيتم التعديل بموجبها في ظل هذا القانون. انا بشكرك جدا دكتور جمال ياقوت على التوضيح ودخولك معانا في 90 دقيقه دكتور